وللحديث أكثر عن إرهاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على المستوى الداخلي والإقليمي، لا سيما بعد تصنيفها إرهابية من قبل أمريكا، ينضم إلينا توفيق حميدي المحلل السياسي اليمني عبر سكايب من فيينا. أهلا بك معنا سيد حميدي. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم. أهلا بك سيد حميدي. صواريخ الحوثي التي باتت تهدد حياة الآمنين في اليمن وخارج حدودها صناعة إيرانية، بعد أن كشفت التحقيقات عن الصواريخ التي استخدمت في الهجوم على مطار عدن منذ أيام. السؤال هنا، هل باتت المواجهة المباشرة مع إيران من خلال ميليشياتها في اليمن أقرب من أي وقت مضى؟ في حقيقة الأمر الضربات العشوائية والتي تنفذها جماعة الحوثي بصواريخ بالستية أو صواريخ قصيرة المدى سواء في الداخل اليمني أو حتى على منشآت اقتصادية ومدنية خارج الحدود اليمنية، هي تشكل في مجملها انتهاك صريح وواضح لاتفاقية جنيف وقوانين حقوق الإنسان. الولايات المتحدة الأمريكية استندت في قرارها لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية إلى ما سمته الممارسات الإرهابية أو المخالفة للقانون الدولي من خلال هذه الصواريخ، وكان آخرها قصف ميناء مطار عدن عند وصول الحكومة اليمنية إلى داخل ميناء عدن. اليوم إلى عدن. الصراع الموجود اليوم في اليمن أصبح واضح أنه صراعا إقليميا بامتياز، وأن الأطراف اليمنية تدير حربا بالوكالة، وإن كانت الإيرانيون وهم السباقون في ذلك من خلال الانقلاب ودعم ميليشيات سيطرت على الأرض، وبالتالي محاولة السيطرة على الطرق الملاحة العالمية وبالذات منفذ باب المندب بدرجة أساسية، وهذا شكل خطر كبير على أمن وسلامة الملاحة الدولية. وبالتالي مع هذا التطور اليوم نعتقد بأن الأمور أصبحت مرشحة لما هو أكثر، لكن ربما مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن الذي ينتهج سياسة المهادنة والمفاوضات مع إيران إذا تمت مستقبلية، أعتقد أن هذا الأمر سوف يراجع حدة المصادمة ما لم تحدث تدخل عوامل جديدة. يعني كما ذكرت سيد حميدي، الأمور يعني أغلب هذه الأمور التي ذكرتها ليست بجديدة، لماذا الآن يعني حدث هذا الأمر؟ أنا باعتقادي طبعا اليوم لا يمكن التنبؤ بما سيذهب مصيره المستقبلي، خاصة بعد إقرار جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. باعتقادي إذا لم يحدث اعتراض أو إذا لم يحدث أي تحول في الإدارة الأمريكية حول هذا التصنيف وسارت حكومة بايدن على هذا القرار، باعتقادي بأن الحوثيون ربما يذهبون إلى أفعال من أجل لفت أنظار العالم إليهم، وبالتالي هذه الأفعال إما ستكون باستهداف ناقلات أو بإثارة نوع من الفوضى على مدخل البحر الأحمر، خاصة اليوم وأن الخارجي الحكومة الإيرانية قد أرسلت حامل الطيران إلى داخل البحر الأحمر، وهذا يعد في ذاته تطور خطير وتحدي ربما للقرار الأمريكي الذي قد ربما مستقبلا ينجم عنه أي توترات وتصادمات داخل البحر الأحمر. الهدف من تصنيف ميليشيا الحوثي من قبل أمريكا منظمة إرهابية، هل وراءه أن أمريكا تفكر بضربة عسكرية لربما لهذه الميليشيات، أم هو ضوء آخر لضوء أخضر للتحالف العربي، أم هو غير ذلك لربما؟ القرار الأخير القرار الأمريكي لا يمكن قراءته إلا في إطار الصراع الأمريكي على السلطة بين ترامب وبايدن، ولذلك هذا القرار تأخر كثيرا إلى الأيام الأخيرة من ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة للرئيس الجديد جو بايدن، وبالتالي لا نستطيع أن نتنبأ بما هو أكثر من ذلك، لكن باعتقادي أن الأمر سيؤجل إلى لمعرفة تعامل السلطة والحكومة أو الرئيس الأمريكي الجديد مع هذا القرار. هل الكونغرس الأمريكي سيوافق عليه دون تقديم أي اعتراضات؟ هل الرئيس جو بايدن سيلتزم بقرار التصنيف؟ هنا عند ذلك نستطيع أن نقول أن الحكومة الأمريكية ربما توافقت في هذه النقطة، إما على إعطاء ضوء أخضر للتحالف أو ربما على تنفيذ عمليات
عسكرية مستقبلا ضد جماعة الحوثي، لكن في هذا الأمر باعتقادي باكر قراءته قبل معرفة وجهة نظر الحكومة الأمريكية الجديدة. يعني هناك سؤال مهم حقيقة يطرح ذاته، ما هو أثر توصيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية على مسار التفاوض بطبيعة الحال بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيا، وكيف سيكون موقف الأمم المتحدة من هذا التصنيف؟ أنا باعتقادي هذا الأمر قد يكون له، يمكن يعني سيكون له، إما أنه سيدفع باتجاه جماعة الحوثي، سيضغط عليها بصورة أكبر للقعود على طاولة المفاوضات. بالنهاية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية لا يعني قطع حبال التفاوض، فالولايات المتحدة الأمريكية تصنف حركة طالبان ضمن أنها جماعة إرهابية، ومع ذلك قعدت معها وتفاوضت في جولات تفاوضية كثيرة جدا، يعني حتى وصلت إلى اتفاق بين الأطراف. كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في هذا الأمر، حتى النائب الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية بومبي كان موجود في هذه المفاوضات. لكن هذه المفاوضات إما أن إذا أحسن إدارتها هذا قرار التصنيف قد يدفع جماعة الحوثي لتضييق الخناق عليه، وبالتالي محاولة القعود لفتح منافذ لها، أو أن جماعة الحوثي ستتعنت بصورة أكبر، وبالتالي ستجعل كل المسارات مفتوحة، خاصة مسار الحرب بدرجة أساسية، لأنه في النهاية التعاطف الذي أبدته الأمم المتحدة والخشية التي أبداها المبعوث الأممي باعتقادي أنها غير مبررة، خاصة وأن المبعوث منذ 6 سنوات أو 5 سنوات عفوا لم يستطع أن يقدم أي تقدم حقيقي في مسار السلام، ولا أعتقد أن أمامه فرص كثيرة إلا في محاولة تحسين سجلي وصورتي أمام العالم. نعم، بالمقابل يعني لا تزال ميليشيا الحوثي تنشر إرهابها عبر الصواريخ الإيرانية، كيف أو يعني كما نرى، كيف يمكن وقف هذه الإمدادات الإيرانية للميليشيات الموالية لها؟ هل برأيك هذه الميليشيات تعول على أي دور يعني وتحاول الاستمرار ريثما يستلم فعلا بايدن السلطة في 20 من هذا الشهر؟ أنا باعتقادي اليوم قضية السلاح الإيراني ووصوله إلى اليمن أصبحت من أهم العناوين، سواء في التقارير أو حتى على مستوى التناول الإعلامي. أنا باعتقادي اليوم التحالف العربي اليوم المسيطر على الأرض والمسيطر على الجو والمسيطر على البحر هو بالنهاية يتحمل مسؤولية نوعا ما. نعم نحن ندرك أن قضية الرقابة لديها إجراءات معقدة جدا، والإيرانيون ربما خبيرون بعملية التمويه وعملية طرق التهريب وأدواتها وآلياتها، لكن أيضا التحالف يتحمل جزء كبير جدا في محاولة تضييق الخناق، وخاصة عبر البحر والمناطق الصحراوية التي يعتقد أن كثير من الأسلحة وقطع الغيار الحوثية تصل عبرها إلى العاصمة صنعاء ويتم من خلالها تطوير قدراتها الصاروخية. نعم، إذن السيد توفيق حميدي المحلل السياسي اليمني كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب من فيينا، شكرا جزيلا لك.